وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام انطلقت أولى فعاليات ندوة استراتيجية بناء الوعي 2021، والتي جاءت تحت عنوان قراءة في تاريخ التطرف ومخاطره. المشاركون أكدوا أهمية تكوين رؤية متكاملة من أجل بناء وحماية الوعي، مع الإشارة إلى أن الوسطية والاعتدال جزء مهم من حضارة مصر. قراءة في تاريخ التطرف ومخاطره، عنوان الندوة الأولى من فعاليات استراتيجية بناء الوعي 2021. مثقفون ومفكرون وأدباء على اختلاف مشاربهم اجتمعوا تحت مظلة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والهدف مصلحة الوطن وترسيخ الفكر الصحيح دون ما تطرف. تناولت اليوم موضوع وقعاء في تاريخ التطرف، سواء كان تطرفا باسم الدين أم كان تطرفا يساريا، فالتطرف بحديه النقيضين خطر. نحن نبحث عن الوسطية، فالحقيقة نهدف بأن يكون الوعي ثقافة مجتمع. أخطر شيء هو عدم الوعي، وسيادة الرئيس دائما ما يؤكد على أهمية الوعي، وأن القضية الأكثر تحديا هي الثقافة والوعي، والوعي بالمخاطر، الوعي بالتحديات، أن نضع الحلول، الوعي بمخاطر التطرف. في معاني متطرفة كتير، احنا خدنا تاريخ التطرف النهاردة وتحدثنا عن مفهوم مهم جدا، ازاي هذه الجماعات تريد توظيف المعاني الدينية لاقتناص السلطة والاستيلاء على الحكم، وشفنا تجارب مريرة جدا اريقت فيها دماء وتفتتت شعوب، وكانت فيه بروفة لاشعال حروب دينية ما بين المسلمين والمسلمين وبين المسلمين وابناء الديانات الاخرى، ولكن مصر بتعاليم الإسلام السمحة والتعاليم السامية استطاعت أن تفلت من هذه المصيدة. ولكونهن شقائق الرجال، وعظة الأوقاف حرصن على المشاركة بالندوة لإكساب وتزويد خبراتهن بالثقافة والوعي في معركة بناء الوعي، لأن الجميع أمام تحد وطني كبير. وعظات عليها دور كبير جدا 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 في هذا الأمر، لأن التغيير هيجي من المرأة، والمرأة بتحب تستمع لامرأة زيها، فإحنا يمكن علينا هذا العيب. أهمية الواعظة في نشر الوعي الفكر الديني الوسطي للأمهات، بحيث أن هم قادرين على نقل هذا الفكر لأولادهم ولأبنائهم ولإصلاح أفكارهم والخوف عليهم من التطرف. ابتدينا نفهم ناس كتير كان عندهم جهل، مش فاهمين يعني إيه الوعي، مش فاهمين يعني ايه الوطن ولا حب الوطن. ابتدى الناس كمان لما نعمل معاهم مبادرات زي الشباب انهم يفهموا يعني ايه ما حدش يستقطبهم، ويفهمهم ان انت التطرف دوت هو الصح. التحول من ثقافة النخبة الى ثقافة مجتمع، والتفرقة بين الثابت والمتغير وبين المقدس وغيره، كان ايضا من ابرز ما القت الندوة الضوء عليه، من منطلق ان الهدف البناء لا الهدم. من مقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وليد هيكل، التلفزيون المصري.